السلام عليكم في حلقة جديدة من خرافة ونار مع أزوك. نعم، واليوم لدينا مقطع خرافي وحماسي. اليوم لدينا سلسلة جديدة والتي هي عبارة عن تحدي، والتحدي سميناه ما هو اللعب الذي أفكر فيه. سوف أشرح لكم كيف نلعب هذا التحدي. التحدي باختصار، لدينا 5 جولات، أنا سوف أفكر في لاعب، هو بالطبع لا يعرف اللاعب الذي أفكر فيه، لكن كيف سوف يكون التحدي؟ يجب عليه أن يعرف اللاعب الذي أفكر فيه. كيف؟ سوف أعطيه 3 معلومات عن اللاعب. مثلا لنقول كريستيانو رونالدو، أنا أفكر في كريستيانو رونالدو، سوف أعطيه 3 معلومات عن كريستيانو رونالدو، ويجب أن يعرف بأنني أفكر في كريستيانو رونالدو. إذا عرف يأخذ نقطة، إذا لم يعرف لا يأخذ أي نقطة. مثلا أعطيه اللاعب الذي أفكر فيه، أقول له يرتدي القميص 7، بلده البرتغال، و مثلا طوله 185. لا أهتم إذا كان يعرف هذه المعلومة أو لا يعرفها. وإذا وجد اللاعب الذي أفكر فيه يأخذ نقطة، إذا لم يجد اللاعب الذي أفكر فيه لا يأخذ أي نقطة. مع اللاعب سوف تفهمون أفضل وأفضل. لنبدأ، أنا أول أو أنت أول؟ أنت أول. اللاعب الذي أفكر فيه، اللاعب الذي أفكر فيه الأول، اللاعب يرتدي قميص النادي الذي يلعب فيه، النادي الذي يلعب فيه أصفر. ثاني، اللاعب طويل، طوله 1.94 متر، يعني 1.94 متر. واللاعب انتقل الى نادي جديد، ما هو اللاعب؟ عصام بندي. خطا، هل تستسلم او سوف تستسلم؟ حسنا، كريليتش. خطا، عنده محاوله اخرى اخيره، عنده محاوله اخيره. قلت لي بلاده ولا ما قلتوليش؟ قلتش بلاده. نعاود لك المعلومات، الشخص طويل، قميص النادي الذي يلعب فيه، قميص النادي الذي يلعب فيه لونه أصفر، الشخص طويل، وهو انتقل إلى نادي جديد، طوله قلت لك طوله 1.94 متر. ما هو اللاعب؟ عندك محاولة أخيرة، إذا لم تعرف لا تأخذ النقطة. سوف أكتب اللاعب لنكون عادلين. إبراهيموفيتش. إيجا، اللاعب هو هالاند، ولم تأخذ النقطة. وسوف أزيد على التحدي، إذا فاز الشخص في جولتين متتاليتين، في الجولة التي بعدها يمكنه أن يسأل سؤال عن اللاعب، ويصبح لديه 4 معلومات عوض 3 معلومات. الآن أنت فكر في لاعب. صحيح. فكرت فيه؟ أعطني 3 معلومات عن اللاعب. يلعب مع يونايتد. صح، مانشستر يونايتد. رقمه 5، وبلده إنجليز. 5، تحاول يلعب على نسبة مانا. نكتبها هو. 5، يعني هذا دفاع. وقيل انا عارفه. اوه، عرفته. هذاك اللي مدافع شمليح دي يشلق. انا عارفه. اسمه رايح لي. هو نعرفه، هو يلعب في الدفاع، و وجاي شويه رقي وبيض. لا مش رقي، شويه ماشي بزاف. صح، عندك 10 ثوان. 1، 2، 3، 4. راح لي اسمه. 5. قول هو ديك صاحبي. هاري ماغواير. عرفته، والله عرفته، والله لا عرفته. صار راح لي اسمه. الاسم راح لي. المهم 0-0.
الشخص الذي أفكر فيه الثاني. سهل. الشخص قصير طوله 1.70 متر، يعني 1.70 متر. بلده، لا ما قلتش بلده، يرتدي القميص 30 و وشم على جسمه. ميس، متأكد من الإجابة ولا غادي نكتبها؟ ميس، ميسي. إجابة صحيحة، ميسي. يس. 1-0. سهلت له. سهل. بسم الله تبارك الله. هذا وين ندخل له في الجلد والصعب. يلعب مع الرياض. يلعبوا مع الرياض. نمرو 4. نمرو 4 في الدفاع. راموس. لا، في ديمي فيندر. برازيلي وغير ألبا. سالوك كتبت باش ما يحسبوناش باللي باش لكي تتأكدوا بأننا لا نغش. اللاعب الذي بعده سوف أكتب. اللاعب هو نقطتين ونقطتين. أدر رأسك. اللاعب يلعب، كان يلعب. اللاعب هذا شويه قديم، شويه ماشي بزاف، هذا عارفه. اللاعب كيلعب مع فرنسا. شاي. المهم اللاعب الان هو مدرب. شاي، عرفته. ثالثا اللاعب اقوله. قول. زيدان. جاب صحيح. حسنا، والان 2-1. اكتب اللاعب. صايد هذا. شو بلادها؟ طليان. صح. يلعب مع جوفنتوس 22. بلادها طليان يلعب مع جوفنتوس 22. نقولها 22. يلعب مع طليان. اوه، يلعب حق ثلاثة. هذا وقيل يلعب دفاع وقيل. لا، جوفنتوس فيها عشتوين. 1-2-3. المعرفة. كيزا. راحت علي النقطة. الآن نحن 2-1. بقى لي شخصين وأنت شخصين. سوف أفكر في الشخص الرابع. 2-1. نقطتين إلي ونقطة واحدة. راح. روح. أفكر في اللاعب. اللاعب طويل. طوله 2 متر. 2 مترات. صحيح. قوله. قوله. اسمه كريستيانو رونالدو. خطأ. كريستيانو رونالدو بشيط ولها جمدرات. راحت لك محاولة. راحت لك محاولة. بقات لك محاولة. إبراهيموفيتش. خليني نكمل معلومات. راحت لك 2 محاولات. بقات لك محاولة واحدة. خليني أعطيك معلومات. صح. اللاعب. اللاعب طويل فيه 2 مترات. اللاعب له دور كبير مع النادي تاعه. دور كبير جدا. مع ثالث معلومة. يعرف دي بروين. يعرف دي بروين. يعرف دي بروين. يعرف كيما كان جوار. يعرف. صح. يعني يتكلم. انا عطيتها له من زاويه اخرى. ما بغيتش نقول له هذه الحيه، خاصني نقولها له غادي يعرف. عطيتها له من زاويه اخرى. كورتوا. الاجابه غادي نكتب الاجابه. لا كانت اجابتك اخيره. اخيره. صح. حارس كورتوا. الاجابه للأسف صحيحة. كورتوا. 3-1. يعني يجب علي أن أعرف الاثنين اللي راهم باقي لك. كون ما نعرفهمش هو، كون أعرفهم الاثنين هو يعرف الأخير تاعي، صحيح هو يفوز في الجولة، الحلقة الأولى من السلسلة التي تسمى ما هو اللاعب الذي أفكر فيه. المهم فكر في اللاعب. أكتب. هو الآن فاز بجولتين، يعني في الجولة الثالثة سوف يسألني سؤال زيادة، يعني سوف يأخذ 4 معلومات عوض 3 معلومات. سيفكر فيه؟ دروك يلعب في ديمي فاندو. يعني تقول لي اللاعب
مع مره قلت لي يلعب مع برشا، مع برشا المعلومه الاولى برشا صح يراوغ كثير، يراوغ كثير. ثالثه المعلومه الثالثه كانني اعرف والثالثه اسيست. شنو اسيست؟ اسيست زعما يحطو كاع. لا هذه ماشي معلومه تاع جوج، قاعد يحطو الجوار قاعد يحطو. صح قلت لي مراوغ صح نقول قيل مع برشا صح بصح اسيست لا يحط البالون هنا يلعب نيميرو 37 يلعب نيميرو 37 شو راني بين ادم تراولي لا وتوش اوباميونغ اوباميونغ لا عرفتش صح مازال بقات لي محاولة وحدة قلت لي اللاعب يراوغ يحط اسيست تصبح منان كاين راني بين زوج تكون المعلومات تاعك خاطئة كون يكون هذا اللاعب المعلومات اللي قالهم لي وتكون هذه المعلومات لا تطابق هذا اللاعب فالنقطة تذهب إلي اللاعب هو جوردي ألبا لا ما هو اللاعب؟ اسمه بيدري مهلا 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 نعم أخي لقد اقترف خطأ كبيرا بأنه أخطأ في رقم قميص اللاعب بحيث أنه قال 37 والرقم الصحيح هو 16 إذا تصبح النتيجة 3-2 بعدما كانت 3-1 حسن ثلاثة شقات بقات لي أنا دروك نعطيك بقات التالية والتي أنا سهلت له لكن هذه الحلقة صح الحلقة القادمة إن شاء الله سوف أفوز عليه المهم اللاعب هو أدر رأسك أدر رأسك سهل. اللاعب اللاعب سهل. كيف اعطي هذا اللاعب اذا سهلته اذا سهلته اللاعب اللاعب مركزه الوسط ثانيا اللاعب بلده نقولكش بلده اللاعب متوسط القامة صح هذه المعلومة تقلت هذه المعلومة اللي تبين اللاعب جيد عرفتها قول له بيضحي انا مازال ما نقول له معلومه ثالثه اذا بتقولها تروح لك تروح لك روح صح نقول معلومه ثالثه اه المعلومه الثالثه هو ان هذا اللاعب يلعب مع هذا اللاعب لاعب مع رياض محرز غاردوغان خطا دي بروين خطا صعبت له صعبت له هو سهل صعبت له الوسط ولا الاطاء هو يلعب في الوسط الشخص متوسط القامه لعب مع رياض محرز صعبت له رودريغو خطا صحيح. انتهت المعلومات واللاعب هو اسماعيل بن ناصر يلعب في الوسط يلعب مع محرز خاش يلعب معه في المنتخب الجزائري ويلعب وهو متوسط القامة واو 3-1 اذا عرفتها سوف اقلص الفارق ب 3-2 وتنتهي الحلقة ب لكي اذكركم نسي أن يسألني معلومة لقد نسي أن يسألني كما قلت لكم السؤال الذي إذا فاز جولتين متتاليتين يمكن أن يسألني سؤال وأعطيه معلومة رابعة لكنه نسي وهذه ليست مشكلتي المهم فكرت في اللاعب أعطيني ثلاث معلومات عن اللاعب زرق أزرق البشرة صح يعني قريب من الأسود البهي يلعب مع تشيلسي ورقمه 14 بيني بين زوج يا لوكاكو
يا كانتي بصح تبدلي ممكن يعطيني لوكاكو يلعب تسعة. انا مكتش قول لي صراحة مو ماكوش انا عارفة لاجيبها خير. ويليام لا كانتي لا اسم صعيب قلت لي زرق يلعب مع تشيلسي ونيميرو تاعه 14 عرفته واحد اوكي بقية لي شانس واحدة. اللاعب ليس كانتي وليس كو وليس لوكاكو وليس ويليام. ها ويليام انا قلت ويليام الساعة قلت لي لا صعيب اسمها صعيب يلعب اساسي ها ما تقوليش ما تقوليش حسنا ما عنديش سؤال حسنا انا انه الدفاع يلعب في الدفاع واعطاني المعلومة انا لم اطلب منها ان يعطيني المعلومة. المهم اللاعب هو بلاد الانجليز لا يدير هكا ماسك لا تاع رودريغير لا شو هذاك شي الانجليزي وهذاك الالماني رودريغير الالمان اللي خطا ضرب دي ابراهيم ايه الالماني واه الاجوبه شاي قلت وهي شالوبا. حسنا والى هنا خان وصلنا الى نهايه الفيديو والنتيجه 3-1. انت عرفت 3 وانا عرفت 1. احنا قلنا غير اللي تعرفون متعدد لك نقاطي لماذا هذا مكان فقط اللاعبين الذين يعرفهم تحتسب لهم نقطه. المهم انتهت النتيجه ب 3-1 لكن في الرتور ان شاء الله او في الحلقه القادمه لا بأس لا بأس فاز علي لكن لم ينتهي التحدي سوف تكون هناك حلقة عودة أو روتور سوف تكون يوم الجمعة أو الخميس وسوف تحدد من هو الفائز في هذه السلسلة الشهرية التي سوف أنزلها كل شهر حلقتين ذهاب وإياب آلي والروتور. إن عجبتكم هذه السلسلة سوف أنزل سلاسل تشبهها وشكرا. إذا عجبتكم السلسلة سوف وكثر من هذه السلسلة جدا جدا. إن عجبكم المقطع لا تنسوا تدعوا اللايك و تدعوا اللايك وتشتركوا بالقناة تفعل الجرس ليصلكم كل جديد. وأيضا أنا لن أختم بسهولة لدي مقطعين خرافيين أنصحكم بمشاهدتهم مقطع لي ومقطع خرافي لمحمد عدنان. عندما تشاهدون مقطع محمد عدنان تعالوا وشاهدوا مقطعي الذي هو المقطعين الاثنين موجودين في الوصف مقطعي ومقطع محمد عدنان. مقطع محمد عدنان الذي يتحدى ويلعب مع نجوم كرة القدم في العالم يلعب ويتحدى ميسي ونيمار ومبابي ودوناروما وغيرهم من النجوم في كرة القدم. و نختم الفيديو وإلى هنا وصلنا إلى ختام الفيديو وأتمنى أن نراكم بخير في المقطع الآتي والسلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تفعلوا ذلك حسب المتفق. هاني خرج المسالك وقضيها.